رحم الله السلف، كان عندهم بعد نظر. أهل البدع كانوا يحذرون منهم، حتى قال يونس رحمه الله لابنه لما رآه قد خرج من بيت مبتدع، قال: والله يا بني وددت لو أنك تلقى الله سارقا شاربا للخمر أحب إلي من أن تدخل عند هذا. انظر لما، لأنه إذا سرق أو زنى أو شرب الخمر عنده خوف من الله، ربما يعود، لكن هذا صاحب شبهة،